ايه ده؟ انت ايه اللي مقومك من السرير؟ ايه صوت الخناق ده؟ هو اللي كان بيزعق؟ مفيش خناق. هو بيزعق معاكي؟ مفيش حاجة. ابن الكلب الواطي قال لك ايه؟ ممكن ترتاح، انت تعبان. اوعى تكون مد ايده عليك؟ لا لا. تعالى هنا، انت رايح فين؟ اوعى يا نهى، اوعي. عشان خاطر انت لسه تعبان. عصوان انما ايه؟ حلاوة من اول الحارة لاخرها. ماشي؟ هاني يا معلم. انت بتفرش لعمك. شوف بقى انت هتعمل ايه. ماشي؟ ماشي يا معلم. تاخد فلوس؟ ودي تيجي يا معلم. غيرك مغرقنا من ساتنا الراس يا معلم. الله عليك، كده انت قشطة. النقطة دي ها؟ هي النقطة يا معلم. أوين أشوف شغلك؟ أنا يا معلم. يلا هات هات التركة منك لقمة. انطوا فين بقى؟ انت خفيت؟ تعال. الف بركة. لا ليه كده بس؟ انت لسه عيان. انا اسف يا ابو الرجالة، بس لا مؤاخذة، مفيش حد بيخرج ولا يدخل من الحارة من غير اذني. هو انت تعديت الحدود؟ لا مش بس كده، انت كمان قليت ادبك. بس انت زعلان على السنيورة؟ حرام عليك، ارحمها عشان خاطري. ابوس ايدك ارحمها. طب ايه رايك بقى؟ انت هتطلقها. طلقها يا واد. بقول لك طلقها. انت مش عايز تسمع الكلام؟ بقول لك طلقها. قولي له طلقها. حرام عليك. خلاص يا عبد. حرام عليك. سيبوا لعبده. وانت مال امك؟ الله، انا دخلك في الموضوع. خلاص يا عبد، كفايه اللي انت عملته. هو انا عملت ايه؟ ها؟ عارف لو قربت له هجومك جنبه. بعدين بقى؟ وبعدين يا بعيد، انت حمار؟ انت ما بتسمعش؟ قلت لك لو جيت جنبه هعورك. سامع؟ لا. ماشي. أنا هشرب سيجارة. تكون قررت. يا طلقها. يا تموت. أروح أخلص عليها يا معلم. سيبها ما يستوي.